السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالجة اللغات الطبيعية اللي هي Natural Language Processing أو NLP هي تقنية بتعلم الآلة اللي بتمكن أجهزة الكمبيوتر من تفسير اللغة البشرية ومعالجتها وفهمها. فالشركات دلوقتي عندها كمية كبيرة جدا من البيانات الصوتية والنصية زي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والأخبار والتواصل الاجتماعي والفيديوهات والمقاطع الصوتية. كل ده بيستخدم برمجيات معالجة اللغات الطبيعية عشان يعالج البيانات تلقائيا ويحلل النية والمشاعر في الرسالة ويستجيب في الوقت الفعلي للتواصل البشري. فممكن نستخدم معالجة اللغات الطبيعية اللي هي الـ NLP في معالجة المستندات الكبيرة وتحليلها وأرشفتها، تحليل ملاحظات العملاء وتسجيلها بمراكز الاتصال، وتشغيل برامج الدردشة الآلية الخاصة بخدمة العملاء الآلية الإجابة على الأسئلة وتصنيف النص واستخراجه. كيفية عمل معالجة اللغات الطبيعية الـ NLP؟ اللغات فيها في حاجات كتير جدا بنستخدمها عشان نعمل معالجة اللغات الطبيعية زي اللغات الحاسوبية وتعلم الآلة والتعلم العميق. اللغات الحاسوبية هي علم فهم وبناء نماذج اللغة البشرية باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأدوات البرمجة. فالباحثون بيستخدموا أساليب اللغات الحاسوبية زي التحليل النحوي والدلالي عشان يعمل أطر تساعد الآلات على فهم اللغة البشرية في المحادثة. الأدوات زي مترجم اللغات ومركبات تحويل النص إلى كلام وبرامج التعرف على الكلام، كل ده بيعتمد على اللغات الحاسوبية. تعلم الآلة تقنية بتكون بتدريب الكمبيوتر باستخدام معينة من البيانات عشان يحسن الكفاءة بتاعته. بتحتوي اللغة البشرية على العديد من السمات زي السخرية والاستعارات والاختلافات في بنية الجملة، بالإضافة للاستثناءات في القواعد والاستخدام اللي بتاخد سنوات من البشر عشان نتعلمها. فالمبرمجون بيستخدموا أساليب تعلم الآلة لتعليم تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية الـ NLP للتعرف على هذه السمات وفهمها بدقة من البداية. والتعلم العميق، التعلم العميق مجال محدد من تعلم الآلة، جزء من تعلم الآلة بيعلم أجهزة الكمبيوتر التعلم والتفكير زي البشر، وفيها شبكات عصبية تتكون من عقد لمعالجة البيانات لتتشابه مع عمليات الدماغ البشري. من خلال التعلم العميق تعرف أجهزة الكمبيوتر على الأنماط المعقدة في بيانات الإدخال وتصنيفها وتربط بينها. خطوات تنفيذ معالجة اللغات الطبيعية: بتبدأ بجمع وإعداد بيانات نصية وكلامية غير مهيكلة من مصادر مثل مستودعات البيانات الحسابية أو الاستبيانات أو رسائل بريد إلكتروني أو تطبيقات عمليات الإعمال الداخلية، وبعد كده بيعمل لها معالجة مسبقة. فبيعمل لها ترميز، تحديد الجذر اللغوي، التصريف، استبعاد كلمات التوقف، تجهيز البيانات لمختلف التطبيقات، بيقسم الجملة لوحدات فردية من الكلمات والعبارات، بيحدد الجذر اللغوي والتصريف على تبسيط الكلمات في جذرها الأصلي، استبعاد كلمات التوقف يضمن إزالة الكلمات التي لا تضيف معنى مهم للجملة. بعد كده التدريب، بنستخدم البيانات اللي بتم معالجتها مسبقا في تدريب نماذج معالجة البيانات اللغات الطبيعية الـ NLP عشان ينفذ تطبيقات معينة بناء على المعلومات النصية المقدمة، وده بيتطلب أكبر قدر من البيانات. وبعد كده النشر والاستدلال، خبراء تعلم الآلة بعد كده بينشر النموذج ودمجه في بيئة إنتاج حالية وياخد المدخلات ويتنبأ بالمخرجات لحالة الاستخدام المحددة اللي تم تصميم النموذج من أجلها.